معنا الأخ المستثمر عبد الكريم بونعامة، طلبنا منه توضيحات وسيرته على الوضع اللي رانا فيه الحالي والمجهودات اللي راهم قايمين بها والشيء اللي راهم واصلين ليه، ونطلبوا توضيحات من الأخ عبد الكريم المستثمر وين راهي واصلة في أعمالها وفي هذه اليوميات نتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي كمنتج حبوب وفي هذا الوقت مادابية نطمن الشعب الجزائري بلاني نشوف باللي راهم يتكاتلوا على الدقيق ويتلزوا على الدقيق، والدقيق راه جاي الصيف وعلى بالك الدقيق يا كيدير الدود يدود، مادابي كل مواطن يشري شكارة تاع 25 كيلو والحمد لله. هاو القمح واجب في الصحراء، شوف الانتاج راه وافر، رانا السنة حارطين سبع كمستثمر واحد كبون عامة رانا حارطين 700 هكتار، وشوف الفلاحين شحال راهم حارطين، ان شاء الله كمية تاع قمح راها موجودة كثيرة في الجزائر، وربما يقولوا باللي الطريق راها تسكر، حنا البابور راه عندنا في الجزائر، البابور هو في المزارع نتاعنا، وان شاء الله القمح راه على مستوى كل قطر الجزائر، ما من الامطار هذه اللي جات جديدة ان شاء الله، راه القمح في الغرب